طيب برضو على الجانب الاخر المنتخب الكرواتي. منتخب كرواتيا يا كابتن النهارده كان بادئ بالطريقه اللي هو بيلعب بيها واللي لعب بيها في بطوله 2018 ونفس الجيل تقريبا ونفس اللاعبين. كان المهم بالنسبه له في كل المباريات اللي اتعمل فيها في 2018 ان هو اهم حاجه عنده انه ما يستقبلش اهداف، ويبدا ان هو بيتحرك عن طريق تحركات ونقل الكرة عن طريق لوكا مودريتش او كوفازيتش، بيستخدم ان هما الاثنين قدرتهم الكبيره على الحركه بالكوره. فكان اهم حاجه بالنسبه النهارده لمنتخب كرواتيا ان هو ما يستقبلش اي اهداف، ويقدر ان هو يتنقل بسرعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، فيقدر ان هو يستغل تقدم لعيبه منتخب نعم. المغرب ومحاولتهم ان هم يضغطوا على دفاعات كرواتيا، وده اللي عمله ثلاثي وسط الملعب اللي كانت ادوارهم الدفاعيه وادوارهم في الضغط على وسط ملعب كرواتيا كانت اكبر من ادوارهم في نقل الكوره. فكان بيحاول ان هو يستغل ده عن طريق تحرك لوكا مودريتش او كوفازيتش في المساحات خلف لعيبه وسط الملعب، ودخول مودريتش على الجناح. مودريتش شفناه النهارده في اكتر من لقطه بيتحرك على الجناح الايمن وعلى الجناح الايسر، وبيؤدي هو ادوار الجناح في توزيع اللعب او في ارسال برضه، عشان اللي مش متخيل التشكيله قدامنا، علشان اللي مش متخيل وعبد الرحمن بيتكلم يبقى عارف. طبعا انا عارف ان الجمهور الاهلي بيبقى حافظ الاماكن اكتر من اي حد، اكتر من التشكيل يعني، لكن احنا بنحط تشكيل كده عشان الولاد الصغيرين حتى لو مش متخيلين الشكل العام للمنتخب بيبقى عامل ازاي. اتفضل. ولكن كانت المشكله مع منتخب كرواتيا كانت في الشق الهجومي، وكانت مشكله المنتخبين اعتقد في انهاء الهجمات. يعني كراماريتش وبريزيتش وفلاسيتش الثلاثه اللي في هجوم منتخب كرواتيا، رغم تحركتهم وديناميكيه الحركه ما بينهم ان هم بيتنقلوا من الجناح الايمن للجناح الايسر وفي نص الملعب وفي نص منطقه الجزاء، لكن كانت المشكله في انهاء الهجمات. في فرص كتير اتعملت وفي كرات عرضيه، لوكا مودريتش عمل كرات عرضيه وفي بريزيتش قدروا ان هم يوصلوا للمرمى، لكن المشكله في انهاء الهجمات. دي كانت نفس المشكله تقريبا مع منتخب المغرب مع يوسف النصيري حقيقي. واعتقد ان هو كان المفروض يبقى عبد حمد الله يبدا بدري شويه او يدخل في المباراه بدري شويه، علشان حمد الله بعيد برده، لانه هو خلي بالك حمد الله بقاله فتره طويله جدا بعيد عن المنتخب، بعيد عن المباراه يعني، حتى لما نزل وهو بقاله فتره طويله جدا اعتقد سنوات او ثلاث سنين كمان. تمام بالظبط. ولكن في اوقات يا كابتن في المباريات انت هو ده الحل الوحيد اللي قدامك، هو ده الحل صح، في حين ان انت قدامك منتخب هو مش شرس عليك هجوميا ومش بي الموضوع كان انا شفت يعني المباراه كانت متوازنه بين المنتخبين، هي اقل المباريات تسديدا على المرمى من الطرفين، كل طرف صوب تصويبتين بس على المرمى. لعب في وسط الملعب عارف اللي هو انت ايه بتاع وقت كان استامينا ماتش عالي. بس انا شايف مشكله المغرب كانت اكتر من جزء الهجوم في منطقه نص الملعب، ان ثلاثي وسط الملعب ادوارهم شبيهه ببعض قوي يا كابتن، يعني صحيح الثلاثه ادوارهم دفاعيه، انما اللعيب اللي بيحرك الكوره وينقل من نص الملعب للهجوم ما كانش موجود قوي. ما هو انت برده كمدير فني، انا بلعب كرواتيا تاني العالم فلازم اامن شويه بالناحيه الدفاعيه، ولكن هو خد الخطوات الجيده بدايه من الشوط الثاني زي ما حضراتكم قلتوا بالظبط. ولكن برضه يا كابتن في اوقات، يعني في اوقات في سير المباراه وقراءه المدرب للمباراه وهو واقف على الخط، في وقت انا ممكن ان انا اعمل تغيير معين، ابتدي احرك لعيبه وسط الملعب واحرر لعيب من نص الملعب اللي هو يضغط ويتقدم لقدام علشان ان هو ينقل الكره اكتر، واخلي لعيبه الجناح الايمن والجناح الايسر قادرين ان هم عندهم حريه اكتر. شفنا النهارده كان حكيم زياش بيجبر ان هو يدخل تاني لقلب الملعب عشان يحرك الفرقه بالكوره ويستلم الكوره من وسط الملعب وينقل لعيبته. فلو ما في لعيب وسط ملعب قادر ان هو يعمل الادوار دي، مش هنشوف حكيم زياش داخل في قلب الملعب وهنشوفه على الطرف على طول قدام اشرف حكيم. والناحيه الثانيه نفس الكلام برضه.